كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه وزير الخارجيه مع سعاده السيد برونو ادوارد باريبا وزير خارجيه جمهوريه كوبا وخلال الاجتماع نوه معالي وزير الخارجيه الى اهميه العلاقات الثنائيه بين مملكه البحرين وجمهوريه كوبا وتعزيزها في كل المجالات التي تحقق المصالح المشتركه متطلعا معالي لان تشهد الفتره المقبله الانتقال الى مرحله اكثر تطورا في التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه اشار سعاده السيد برونو ادوارد الى ان جمهوريه كوبا تولي اهميه خاصه لتنميه العلاقات مع مملكه البحرين على مختلف الاصعده معربا عن تقديره لما تبذله مملكه البحرين من جهود ملموسه لاجل الامن والسلم الدوليين وما تحققه من تقدم في كافه مجالات التنميه.